السلام عليكم. الو، في الاخر السلام عليكم مرتين تقول لا. الو، السلام السلام عليكم يا اخي، عليكم السلام. تفضل سؤالك كما هو. سمعت حضرتك. انا حضرتك دلوقتي، انا طالب ثانية ثانوي. طيب وحضرتك وحضرتك في زي مراكز كده، سناتر حاجة كده، بس مش للتعليم والتعليم وكده. المشكلة مختلطة دلوقتي. مختلطة، الله يكرمك، الله يكرمك انك حريص على البودا. المشكلة مختلطة، والدي مصر ان انا اروح احضر عشان عشان لما اروح يعني بلتزم، عشان لما اروح يعني بلتزم المذاكرة، ومدرسينا كويسين وكده، وانا محتاج اتعامل مع الناس وكده، عشان ما عنديش اي مهارة اجتماعية نهائي. يعني ما في مكان عندكم منفصل الرجال عن النساء؟ هل عندكم مكان النساء منفصلات عن الرجال فيه؟ يعني دروس خصوصية للشباب فقط ودروس خصوصية للبنات فقط، ما في كده؟ خلاص، تكون ضرورة وغض بصرك قدر الاستطاعة. هو في متوفر على النت، بس هي مصرة، عشان مصرة الحاجات دي بالذات، عشان يعني عشان الحاجات اللي قلتها يعني. عشان انك ما عندكش اجتماعيات يعني. على كل إن كان أبوك مصر وماذا ستصنع، اتق الله ما استطعت، تغض بصرك قدر الاستطاعة. السلام عليكم.